إذن تم صدور المرسوم التنفيذي اليوم في الجريدة الرسمية، فذلك بنشر دفتر الشروط المتعلقة بالمتعامل والذي وافقت عليه كذلك سلطة الضبط. الشيء اللي نقدر نقوله أن أريد جاهز، وكما شاركتم معنا في 11 جويلية الماضي بولاية تلمسان قمنا بالتجارب التقنية الأولى لإطلاق خدمة الجيل الرابع، وكانت النتائج جد إيجابية وناجحة. فنحن جاهزون تقنيا وماديا وتجاريا لإطلاق خدمة الجيل الرابع، وهذا بعد انتظار يعني الإجراءات الإدارية التي يجب أن نتممها مع سلطة الضبط والمتعلقة بالإخطار الرسمي، مع نوتيفيكاسيون الحصول على الإخطار الرسمي لإطلاق خدمة الجيل الرابع، وكذلك موافقة سلطة الضبط للعروض التجارية التي سوف نقدمها لها. يعني بطبيعة الحال نحن في سوق منافسة، فيه منافسين، وأريد دائما أريد يحضر عروض تجارية جد مغرية لزبائنها، خاصة في الولايات الثلاثة الأولى التي سوف تطرق فيها الخدمة، وهي ولايات سيدي وزو تلمسان وبشار، وسوف يعلن عنها في وقت لاحق لما توافق عنها سلطة الضبط إن شاء الله.